الآن حرف التاء تمساح يبدأ بحرف التاء مثل حرف الباء أرسم صحنا واسعا وليس عميقا هذا الحرف يكون جائعا أكثر من حرف الباء فهو لا يكتفي بنقطة واحدة هذا الحرف يحب الطعام ولذلك سأضع بداخله نقطتين متجاورتين هيا نعيد كتابة الحرف أرسم صحنا واسعا وليس عميقا سأضع بداخله نقطتين متجاورتين